السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى ناس في العالم كله. النهاردة عاملين اللايف ده عشان خاطر الأخبار والشائعات والحركات اللي حصلة معانا اليومين دول على السوشيال ميديا. فأنا قلت إيه أخش نتكلم النهاردة على اللي حاصل بالنسبة لبيج رامي واللايف ده كله عشان خاطر نتكلم على رامي والأخبار اللي نازلة عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل الناس اللي بتسلم. صباح الفل عليكم يا جماعة، ورمضان كريم عليكم، وربنا يديمها عليكم نعمة كده وخير ويمن وبركات إن شاء الله، ويبقى أحلى رمضان في العالم كله تم عليكم السنة دي في 2019، إنه بنتمنى لكم فيه الخير والسعادة. كل سنة طيب. ربنا يخليك هنديل حبيبي، تسلم لي تسلم لي. انا عشان بس ممكن في ناس تبتدي تزعل ان انا مش هقول اساميها، لان احنا داخلين نتكلم في السريع المريع عشان ما نطولش ونخلي اللايف ده يبقى مدته صغيره والناس تقدر تشوفه. بالنسبه للمعلومات والحاجات اللي تداولتها السوشيال ميديا او كل صفحات التواصل الاجتماعي عن رامي وعن بيج رامي، وان رامي مش مشارك، وان رامي مش لاعب اولمبيا، وان رامي مش عارف ايه، وان رامي ورامي 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 حاجات كتير جدا الناس اتكلمت عليها في السوشيال ميديا. فكلمت رامي النهارده قلت له بقول لك ايه، حان الوقت، لازم النهارده نطلع نعمل لايف ونتكلم مع الناس ونقول لهم حقيقة الامور بالظبط بشكل الحقيقه بتاعت الامر نفسه. انا مستني بس المجموعه تشد كده والناس كلها تبقى حضرت معانا ونخش نقول الناس كلها على المعلومات اللي عندنا. رمضان كريم يا هاني، اخوك محمد من امريكا. صباح الفل عليك وصباح الجمال على كل بتوع امريكا. انا جيت لك يا ملك، انت فين يا حداد؟ قول لي فين واجي لك حالا. خلينا بس نخلص اللايف ده وهقابلك على طول يا حداد. هبعت لك رقم التليفون او ابعت لي انت رقم التليفون اللي معاك على البرايفت. ما تصورناش يا هاني، ما حصلش، ما حصلش ان احنا قلنا هنتصور. وطه موجود معانا وكل الناس اللي موجودين معانا، صباح الفل عليكم يا احلى ناس متابعينا النهارده عشان نتكلم على اخبار رامي واللي فجروا السيد الفاضل ديفيد بولومبو على البرنامج بتاعه اللي هو ار اكس تقريبا. فاحنا بنقول للناس الحنينين الطيبين اللي معانا ان رامي، انا عايز افضل اتكلم بس مش عايز اتكلم كلام كتير عشان انا عايز رامي يبقى معايا، انا مستنيه يخش. احفظ اللايف ده، اكيد انا هنحفظ اللايف طبعا. خش في الموضوع يا كابتن هاني واحفظ اللايف. حاضر. الموضوع ان رامي، الاخبار اللي تداولتها السوشيال ميديا عن طريق ديفيد بولومبو امبارح تقريبا، صرح وقال للعالم كله ان رامي مش هيلعب اولمبيا. بناء على ايه هو قال كده؟ قال ان هو اتكلم مع كريس اسيتو، وكريس اسيتو كان كلم رامي، وكريس اسيتو رامي قال لكريس اسيتو ان رامي مش هيلعب الماتش. الكلام ده غير صحيح بالمره تماما. رامي يا جماعه عنده في كتفه مشكله دائمه ما بتروحش، مش اصابه. رامي ما اتصابش، رامي ما كان يعني ما كانش بيتمرن وحصل له لا قدر الله حاجه في دراعه في كتفه او اتصاب في التمرينه او حاجه. بالعكس، رامي دلوقتي ممكن يكون وانا بكلمكم رامي يكون لسه في الجيم مخلص تمرينته مثلا. رامي بيتمرن ما عندوش اي مشكله. رامي عنده اصابه مزمنه دايما في الكتف اليمين. الاصابه دي ما بتروحش من عنده خالص، هو عنده زي حاجه في العظم تقريبا وبتضغط دايما على الاوتار او التندنس وبتسبب له التهاب من حين الى اخر. لما رامي بيكثف طبعا، انتوا عارفين تجهيز لاولمبيا، تجهيز الماتشات والحاجات دي، بيبقى الحمل تقيل وبتتمرن بدل المره مرتين في اليوم وطبعا الجسم بيبقى ناشف كتير جدا، ناشف كتير جدا من الدايت والاسلوب النشافه اللي انت بتبقى متبعه او التغذيه اللي انت ماشي عليه، فبتبتدي الغضاريف عندك تنشف تلقائيا، فهو بيبتدي يحصل له التهاب. فرامي الفتره دي الالتهاب شادد، لكن رامي بيتمرن يعني من 3 اسابيع مثلا، او لو افتكر من حوالي 4 اسابيع كان رامي هنا، وحتى طه معايا على اللايف، طه يشهد، كانوا هو وطه بيتمرنوا تمرين كتف تقيله، ورامي كان داخل باوزان تقيله جدا.
الالم بيروح وبيرجع، هو الاصابه اللي في كتفه دي اصابه دايما موجوده ما بتروحش. والناس اللي متابعه مثلا الستوري بتاعت امبارح، رامي منزل ستوري كان بيتمرن، كان في الجيم، فاحنا مش فاهمين القلبان اللي حصل ده ليه. رامي مستمر، رامي مكمل، رامي عنده اصابه، مش اصابه، عنده التهاب في كتفه بيروح وبيرجع وبيتعامل عليه. احنا رامي دلوقتي بيقول ان يعني هو على كلامه انا بتمرن، ولو ما حالفنيش الحظ، ده الكلام، لو ما حالفنيش الحظ وكتفي ما ساعدنيش ان انا احضر للماتش اللي المفروض هيبقى مأهلني لاولمبيا، ممكن ما انزلش، ده بقضاء ربنا. لكن حاليا فعليا ايه اللي بيحصل؟ انا بتمرن، ورامي بي 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 يعني هو رامي بيتمرن، رامي في الجيم، رامي مكمل، عنده ماتش هيأهله لأولمبيا، وإن شاء الله يكسب في الماتش ده عشان يتأهل لأولمبيا. لكن رامي ما سابش الجيم ومش رايح العملية ومش عارف إيه، كل الكلام ده أي كلام، ما فيش أي حاجة يعني. قرب المايك، حاضر، قربت المايك أهو. أهو رامي دخل معانا أهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرامي معلش، بص انا هحاول ادخلك لايف، انا عارف ان مش هينفع رامي دلوقتي يا جماعه، انتوا عارفين ان هو في دبي حاليا، ودبي بيبقى مقفول فيها الابلكيشنز بتاعت المكالمات عامه او اللايف، بس رامي هدخلك لسبب ان انا عايز جمهورك برضو على الصفحه عندك يعرف ان احنا بنتكلم عليك. فاحنا نبعت لك بعد اذنك، انت هتعمل اكسبت، انت مش هتطلع لان طبعا اكسبت بحيث ان يتعمل اناونس عندك ان انت فالناس تشوف احنا بنتكلم على ايه، ولعل وعسى يحصل المراد ويكونوا فاتحين البرنامج وتطلع لايف. احنا في انتظار، العداد عمال بيلف. المهم نكمل لكل الناس اللي بتطمن على رامي، زي ما قلت وبقول تاني، السيد الفاضل ديفيد بولومبو لما اعلن امبارح على السوشيال ميديا ان رامي معتزل السنة 2019، الكلام ده غير صحيح، لسه مخلص الجيم ومروح بيتهم، ما عندوش اي مشكلة. رامي موجود معايا على اللايف دلوقتي، اللي حابب يبقى عارف عنه اي معلومه او عارف اي حاجه، رامي موجود معانا على اللايف، هياكد لي على الكلام اللي كنت بقوله صح او غلط. هو بيجي له الالتهاب في كتفه، التهاب مزمن بسبب ان هو عنده عظمه هو مولود بيها كده، فدايما من كتر التمرين او التجهيز لماتش زي ما بيكون بتحضر لاولمبيا او حاجه زي كده، فطبعا التمرين كثافته بتزيد، فبيبتدي يحصل التهاب خفيف فبيمنعك من الالم. رامي بيقول لهم السلام عليكم جميعا. فالالتهاب ده مع الوقت بيزيد، ولما رامي بيخف التمرين الالتهاب بيقل، فلكن ما مش متعرض لعمليه، ورامي ما اتصابش جوه التمرين ومش رايح يعمل عمليه زي ما الكلام اللي بيتقال ولا اي حاجه. معلش انا هتسامحوني في هقلب بس انجليزي بسرعه كده نقول للناس احنا بنتكلم على ايه عشان الناس تبقى فاهمه، وطبعا هتسامحوني الانجليزي بتاعي بعافيتين عشان الناس اللي هتقعد تتريق. So hi everyone, today we are talking about Rami and the breaking news that it happened yesterday. For all of the people who are speaking English, sorry for my accent or my English, it's not that perfect, it's not that good because it's not my native language, so I'm so sorry for that. But today we are talking about Rami, that he have nothing to stop him from going Olympia. Rami's training, nothing wrong with him, Rami's fine. Whatever said on the social media yesterday, it's just the rumors, nothing special about it, there is no any facts. Rami still training, everything is fine with him. Rami is with me online right now. He's texting, but he's writing in Arabic. So he's saying thank you all for all the feelings from over the world for him. كل الناس اللي بتسبورت رامي، كل الناس اللي بتدعم رامي، رامي تمام وبخير وما عندوش اي مشكله في اي حاجه. ان شاء الله مكمل. هو عنده الالتهاب بتاع كتفه اللي بيروح ويجي، ورامي مكمل تمرينه ودايس على نفسه عشان خاطر الماتش اللي هيأهله لأولمبيا ان شاء الله. عنده ماتش الاولاني، هو مستمر ومكمل، وباذن الله ان شاء الله الماتش ده يبقى رامي جاهز بالمستوى المطلوب انه يخليه يروح لأولمبيا. على فكره رامي حاليا لو نشف بس، لو شد المايه اللي في جسمه، هو اوريدي جاهز، بس جاهز انه يكسب بطولة عادية، مش جاهز ان هو يكسب اولمبيا. وانتوا عارفين ان حلم رامي انه يكسب اولمبيا، اولمبيا هي اللي بالنسبة له الهدف والتارجت، ان هو ياخد اولمبيا، مش ان هو يبارتيسيبيت او يبقى موجود جوه اولمبيا وبس، هو عايز يطلع على مسرح اولمبيا يكسب.
فاحنا بنقول للناس كلها وكل الرومرز او كل الاشاعات اللي طلعت ان رامي مش هيتمرن السنه دي او خلاص ساب التمرين ومش هينافس في اولمبيا، مفيش اي حاجه من الحاجات دي، رامي مكمل وان شاء الله ان شاء الله كلنا عايزين ندعي له. اهو ثانكس رامي كاتب اهو ثانكس ايفري ون فور يور برايرز، خلينا نحطها له بين انا كومنت اهي. لكن ان شاء الله احنا بندعي له كلنا، everyone pray for Rami that he will gonna pass that time. Rami still training, Rami didn't stop from training, Rami still putting the target in front of him, Olympia, he will win it. So he's doing every day, every night for that dream. He will never stop from that dream. This is his passion. This is what he's training for. This is what his company is supporting him. Dragons, we are thanking Dragons so much that supporting Rami and believing in Rami that he can be Mr. Olympia. So Rami is still okay. Rami is still fine. Rami is still training. Rami was in the gym today and last night. If you go check his last story, he was doing leg curl. He have nothing wrong with him. The only small inflammation in the shoulder, sometimes it come and go, come and go. So that's why Rami's nowadays he's little bit like slowing down stuff. So for all the people who listen for the rumors that Rami is not participating in Olympia, we don't know yet, because Rami have to win the first show, then after that he will qualify to Olympia. رامي مكمل يا جماعه زي ما احنا متفقين، ما عندوش اي مشاكل غير التهاب بسيط في كتفه اليمين، ما عندوش معوقات انها تمنعه انه يشارك في اولمبيا. هو لسه بيتمرن، جهز حاله للماتش اللي جاي ان شاء الله، لازم عنده ماتش الاول يكسبه بتاع التاهيل لاولمبيا، وبعد كده ان شاء الله ربنا يكرمه ويحقق حاجه ويحقق حلمه في اولمبيا باذن واحد احد. فاحنا اللي بنقوله للناس، عشان بس مش عايز اطول اللايف ده ونخلي اللايف ده طويل على الناس، ان الحمد لله بيتمتع بصحه جيده، بيروح ويجي الجيم، بيتمرن، ماشي على الدايت بتاعه، كل حاجه تمام، ما عندوش اي مشاكل. كان في الكويت، زار كل اصحابه اللي في الكويت. He was in Kuwait. He met all his friends there. He have nothing wrong with him. All the people see him. He's in a good condition. Not 100% yet, because the Olympia still in month 9, so we are talking about almost about 4 months left, or three months and a half. So it's still long time to be prepared for the competition. So why all these rumors starting from right now? Rami have some issues in his shoulders, but it's not stopping him to train. He's still going to train. He's still in the gym. He's still doing his things. So why the people say that he will not participate or shutting down or whatever? Nothing like that. Rami is perfect, alhamdulillah. So, and he was with me on the chat here, talking to the people, but he have some issues to be on online or live shows, because he lives in Dubai right now, and Dubai they are not allowing the life on Instagram or Facebook or any of the social medias. So that's why. But if you look for his page or you go for his story, you will see him training in the gym and everything's fine with him, nothing wrong. The guy is still in perfect shape. If Rami just dropped the water down now, he can be in any show and he can win it easily. So yeah, Rami's fasting, Rami's doing Ramadan like all the Muslim over the world. Yes, Rami's having his discipline as a Muslim, he's doing everything right. عنده بطولة ارنولد كلاسيك. لسه رامي لغاية دلوقتي ما حددش الماتش، او لا مش ما حددش، هو محدد الماتش بس ما اعلنش الماتش لغاية دلوقتي، لان هو عايز يبقى فعلا جاهز انه يكسب اولمبيا، مش مجرد ان هو يروح يعمل مركز في اولمبيا. الموضوع مختلف بالنسبه لرامي، زي ما هو مختلف لبعض لاعبي كمال الاجسام في اللاين بتاع مستر اولمبيا. في بعض الاسماء ما ينفعش تروح عشان انت رايح لمركز، ما ينفعش، انت رايح تعمل اول. في ناس منهم لازم رايحين ان هم يعملوا اول. مين المدرب تبع رامي؟ المفروض ان هو نيل يودا. حتى الان
انا بحاول اقرا الكلمات بس للاسف اغلبها كلها ايراني تقريبا. العربي ده مش عربي يعني، مكتوب بالحروف العربية بس ده مش عربي. رامي ما عندوش إصابة زي ما أنتم معتقدين في كتفه، رامي عنده التهاب في الكتف. رامي ما انسحبش، خلينا نقول تاني الكلام سريعا للناس، رامي ما انسحبش من أولمبيا، رامي ستيل going for Olympia، رامي still training، رامي لسه بيتمرن، رامي ما انسحبش، رامي لسه مكمل لأولمبيا، رامي مكمل إن شاء الله وحلمه وهدفه أولمبيا. أنا مش فاهم الرومرز اللي طالعين يتكلموا ويقولوا إن رامي عمل شات داون ل 2019 أو قفل 2019 ورامي مش هيتمرن. كل ده بعلم الغيب، ممكن الراجل هو صحته تمام دلوقتي، ممكن يحصل حاجة إصابة ليه أو أي حاجة تمنعه. اللي بيمنع رامي إنه موجود معايا في اللايف دلوقتي لسبب ان هو موجود في دبي ومفيش انترنت هناك. سوري لو انا بكرر نفس الكلام اللي بقوله، بس احنا بنرد على الناس اللي لسه داخله دلوقتي وبتستفسر عن المواضيع عشان ما نطولش اللايف ده. احنا بنقول لكل الوطن العربي وكل الناس بيج رامي بخير، بيج رامي ستيل بيتمرن في الجيم وما عندوش اي مشكله غير التهاب خفيف في الكتف وبيتمرن بيه، مش منعه من التمرين تماما. رامي بيتمرن، رامي جاهز، رامي لغايه دلوقتي لو احنا بنتكلم دلوقتي، لو رامي سحب ميه من الجسم يقدر يبقى جاهز لاي بطوله. الحجم موجود، العضلات موجوده، الدبس والاعماق موجوده، كل اللي احنا عايزينه من الناس. شكرا لكل جمهور بيج رامي والفانز رامي على مستوى العالم كله ان انتوا بتسبورتوا او بتدعموا رامي. رامي الحمد لله مش هيخذلكم باذن الله ومكمل، وان شاء الله هو حلمه وهدفه حاجه واحده بس، هي اولمبيا باذن واحد احد. وكل اللي نقدر نقوله للناس والوطن العربي ادعموا رامي وسيبكم من الكلام اللي بيتقال ملوش اي لازمه ده. وكلنا بنشكر شركه دراجونز على مساندتها لرامي وان هي مصدقه في رامي، وكل السبونسرز اللي مع رامي زي رايدر وير، كل الناس اللي معاه من الشركات اللي مسنداه، احنا بنقول لهم شكرا على دعمكم لبيج رامي. والوطن العربي كله بيشكركم، ثانك يو فور اول ذا سبونسرز فور بيج رامي لايك دراجونز كومباني اور رايدر ويرز كومباني. ثانك يو سو ماتش فور بيليفينج ان بيج رامي، اند ثانك يو سو ماتش فور سبورتنج رامي ذات هي ويل غانا بي مستر اولمبيا وان داي اند ذيس از هيز دريم. سو ثانك يو فور اول ذا بيبل هو اسك اباوت رامي. رامي ستيل كونتينيوينج، رامي جوينج تو اولمبيا، وي ويل سي اند ستوب ليسينينج تو ذا رومرز. خلينا نبطل نسمع للاشاعات، وبقول لكم رمضان كريم عليكم جميعا، وبنشكركم على حسن تعاونكم معنا، وبنشكركم لكل الناس اللي بتحب رامي وبتسبورت رامي وبتدعم رامي. رامي مكمل بإذن واحد أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.